استاذ احمد من قنا اتفضل. اتفضل مش سامعك. باشمهندس ده قدمت حظي مليات عمليات استباد يا باشمهندس. ايوه يا حاج احمد. نعم. قول لي بتقول ايه؟ انا مش سامع، الصوت مش واضح. اما اقول لك يا باشمهندس. ايوه. السماد الفراعي لغايه دلوقتي ما جاش في جمعيه ابو مناع بحري. السماد لسه ما جاش في جمعيه ابو مناع بحري. اه. طيب احنا بلغنا المشكله دي لما كلمتني عنها يوم الخميس. صح؟ واحنا قالوا لنا البرامج اللي جايه في الطريق يعني في خلال ايام هتيجي جمعيه ابو مناع بحري، فاحتمال كبير يكون بكره او بعد بكره بالكتير، وانا هكلمك تاني عشان اطمن جت ولا لا. انت كنت كلمتني وانا اتكلمت معاك عن المخازن وعن توافر اماكن وانت قلت لي اتحلت ووفرنا لهم مخزن. انا فاكر انا المشكله بتاعتك، فان شاء الله في خلال يعني بكره او بعده هتلاقي الاسمده عندكم في ابو مناع. تمام؟ عناية يا حبيبي. هو كان الطرق عمار يا باشمهندس. والطريق اللي انت قلت لي عايز يتسفلت، كل المشاكل ده لسه مكلمني يوم الخميس يا حاج احمد. عناية. ماشي يا باشا. بشكرك يا حاج احمد.